بعد وضع المعبر الحدودي الرابط بين الجزائر وموريتانيا حيز الخدمة، تتجه الأنظار نحو المعبر الرابط بين الجزائر وتونس كمنطقة للتبادل الحر، بعدما أكد وزير الداخلية دراسة إمكانية استحداثه على أن يقوم الجانب التونسي بتوفير البنية التحتية الضرورية لذلك. المعبر يعد معبر جد هام، خاصة بعد انعقاد اللجنة الثنائية الجزائرية التونسية لتنمية وترقية المناطق الحدودية بالجزائر بتاريخ 29-30 جانفي الماضي. هذا الاجتماع الذي خلص إلى أن يقوم الجانب التونسي بتوفير البنية التحتية الضرورية لذلك، بأي أن الجزائر لديها بنية تحتية مقبولة من حيث هذا المعبر. وأنا ذكرت أن هذا المعبر يعني أنجز منذ سنة 1991، أي تقريبا منذ أكثر من 30 سنة. وزير الداخلية وفي معرض إجاباته على السؤال المتعلق بتجسيد هذه المناطق على مستوى الولايات الحدودية على غرار ولاية ورقلة، أكد أن المشروع يتطلب إشراك جميع الفاعلين مع تحديد جدواه الاقتصادية والاجتماعية والنظر في مدى استعداد الطرف التونسي لإنجازه. هذا المعبر في حال افتتاحه وفي حال تجاوب السلطات التونسية وتجاوب السلطات الجزائرية مستقبلا في القريب العاجل وهو ما تمناه، سيساهم حقيقة في خلق حركية اقتصادية، خلق حقيقة تعاون ثنائي رفيع المستوى بين البلدين، وهو ما يساهم في زيادة التعاون الدبلوماسي أيضا. يأتي استحداث مناطق التبادل الحر تماشيا وتوجه الدولة الرامي إلى تعزيز التبادلات التجارية من خلال تصدير المنتجات الوطنية إلى الدول المجاورة على غرار تونس وموريتانيا، إضافة إلى ولوج أسواق غرب إفريقيا.